الخير كي جي تو، عاملين ايه؟ معاكم ميس ولاء من مدرسة فيوتشر باينيرز، والنهاردة هناخد درس جديد. تعالوا نشوف الدرس اسمه ايه؟ اسمه المدود. ايه هي المدود؟ المدود هم 3 حروف قرروا يساعدوا الحركات القصيرة الفتحة والضمة والكسرة عشان يكونوا أصوات طويلة، عشان يكونوا ايه؟ أصوات طويلة. تيجوا نتعرف مين هم 3 حروف؟ أول حرف معانا هو حرف الألف، حرف الألف اللي جاي بس من غير الهمزة بتاعته، قرر إن هو هيساعد حركة الفتح عشان تبقى صوتها طويل. تاني حرف معانا هو حرف الواو، حرف الواو هيساعد الحركة اللي شبهه اللي هي حركة الضم. آخر حرف معانا هو حرف الياء اللي هيساعد حركة الكسر عشان تبقى صوت طويل. طيب تيجوا نشوف أول مد معانا النهاردة، هو المد بالألف، المد بالألف اللي جاي من غير الهمزة بتاعته وبيكون اسمه ألف مد. طب تيجوا نشوف إزاي المد بالألف هيساعد الفتحة. المد بالألف بيساعد الحرف اللي عليه فتحة، يعني مثلا عندنا باء فتحة صوتها باء، صوتها باء. طب لما هيجي معاها ألف المد هيبقى صوتها إيه؟ باء، هيبقى صوتها باء. نقول تاني باء فتحة باء، باء فتحة باء، صوتها قصير. طب لما جه معاها المد بالألف بقى صوتها باء. نعد 4 عدات، نقول تاني جيم فتحة جا، جيم فتحة جا. طب يلا مع المد بالألف هيكون صوتها جا، دا، دا الفتحة دا. لما هيجي معاها المد بالألف هيكون صوتها دا، ونعد 4 عدات. طيب يبقى الباء والجا والدا هما أصوات قصيرة، لما بيجي معاهم المد بالألف بيكونوا أصوات طويلة، فبنقول با جا دا. طيب تيجوا نشوف أصوات طويلة ونقراها مع بعض، تا غا خا سا را فا ذا ها طا. كل دي أصوات طويلة وفيها مد بالألف، والحرف اللي بيجي عليه فتحة بنسميه الحرف الممدود، بنسميه الحرف الممدود. هو الحرف اللي عليه فتحة وطولنا صوته، بدل ما كان صوته قصير بقى صوته طويل. يعني مثلا هنا عندنا مد بالألف والممدود التاء. طيب وهنا غا، مين الممدود؟ حرف الغين. خا مد بالألف، ومين الممدود؟ هو حرف الخاء. الحرف اللي بيجي قبل حرف المد وعليه الفتحة اسمه الحرف الممدود. تيجوا نقرأ كلمات فيها مد بالألف، كلمات صغيرة خالص. أول كلمة معانا ها با، ب، باب، باب، كلمة باب فيها مد بالألف والحرف الممدود هو حرف الباء. نقرأ كلمة كمان، تاج، جيم، تاج، تاج، فيها مد بالألف والحرف الممدود هو حرف التاء. خا، خاف، خاف، فيها مد بالألف. نا، نام، نام، فيها مد بالألف والحرف الممدود هو حرف النون. نا، ناس، ناس. جا، جاع، عين، جاع يعني جعان. كل دي كلمات فيها مد بالألف. طيب تيجوا نلعب لعبة صغيرة، هنشوف صورة هنسمع اسمها أو هنسمع الكلمة بتاعتها، وهنشوف الكلمة ونقول فيها مد ولا ما فيهاش.
طيب عنب عنب، انا مش سامعه صوت مد. تعالوا كمان نتاكد من الكلمه. عنب عنب ما فيهاش مد بالالف. طب نشوف الكلمه اللي بعدها، كلمه باب باب، انا سامعه صوت مد. نتاكد من الكلمه، فعلا في الف مد وفي قبليه حرف عليه فتحه، يبقى فيها مد بالالف. عندنا بعد كده تاج تاج، انا سامع صوت المد وهتاكد كمان من الكلمه، فيها مد بالالف وفيها حرف عليه فتحه، يبقى فيها مد. اخر كلمه معانا كلمه بطه بطه، انا مش سامع صوت مد، كمان هتاكد من الكلمه ما فيهاش مد بالالف، بطه. احنا كده خلصنا المد بالالف، اشوفكم الفيديو الجاي في المد بالواو. الى اللقاء.